رشيدة زوازو رئيسة جمعية شمس للتربية والتنمية. اليوم حنا بصدد تحضير لواحد المائدة رمضانية أو مائدة الرحمن في ساحة فلورنس، يعني مائدة موجهة لجميع الناس، يعني اللي المارين عابرين السبيل، الناس اللي ما لحقهمش المغرب في دارهم أو بكل بساطة يعني ما كيتوفروش على القيمة ديال هاد المائدة أو ديال هاد الإفطار هذا. وهاد المائدة كتنظمها الجمعية ديال شمس بمعية جمعية الأمل للأسرة الطفل بالمشاركه ديال مجموعه من 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 فعاليات ديال المجتمع المدني. الهدف ديالها بطبيعه الحال من ناحيه هو افطار صائم بالاجر اللي فيه، لانه اللي كيفطر شي صائم يعني كياخذ بقدر الاجر ديال الصيام ديالو، وفي نفس الوقت لتقويه الاواصر ديال التكافل الاجتماعي والتعاون. وهذا الشهر ديال اللي فيه الناس يجتمعوا والعائلات كيجتمعوا، فهذه فرصه ربما الناس اللي ما عندهمش مع من يجتمعوا انهم يفطروا في مائده رمضانيه، يعني كيدو دايرين بها مجموعه ديال الاشخاص في جو عائلي زوين. هذه مبادرات طيبه يعني كما قمنا بها حنايا وكيقوموا بها جمعيات وحدين اخرين مشكورين. كنتمنوا انها تكون زعما نستمروا او تستمر في رمضان، لان الدور ديالها مهم جدا على المستوى الاجتماعي وكذلك حتى على المستوى الديني، لان هي كتقوي واحد يعني واحد المبادئ دينيه اللي كتخلينا كنبقاو ديما متشبتين بالدين الاسلامي ديالنا في البلاد الحبيب ديالنا اللي الله يخلي لنا البلد ديالنا امين تحت الرعايه ديال سيدنا امير المؤمنين الله ينصره. السلام عليكم، تحيه كبيره للمنابر ديال الاصوات، وشكرا للصحفي المحرر الغزالي دائما تلقاه دائما معنا حاضر. كانت تحيه كبيره لي لك والله من جميع الفعاليات المجتمع المدني دائما واجد. حريه الحمومي، جمعية الأمل للأسرة والطفل. أنا سعيدة اليوم بتنظيم هذا الإفطار الجماعي، أجر إفطار صائم مع جمعية شمس للتربية والتنمية مع فعاليات المجتمع المدني عدة جمعيات. شكرا لكل من ساهم من قريب أو من بعيد باش تنجح هذه المائدة الرمضانية الرحمانية لصلة رحم ما بيننا ما بين جميع المستويات، صلة رحم الشارع لعابر سبيل. بغينا نحييو داكشي اللي كانوا كيديروا جدودنا، كانوا تيخرجوا المائدة تيشركوها مع جيرانهم مع الحي ديالهم. ولهذا كنشكر صاحب الجلالة اللي هو دائما تيحفزنا وتيدعمنا في هذه المسائل هذه، وحنا ماشيين على السيرة ديالو. الشكر والتقدير للسلطات المحلية. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين. سنتشرفوا بهذه المائدة الرحمن أن يفطروا الناس عمل خيري تطوعي من طرف جمعية الأمل للطفل للأسرة والطفل، وبعد تشارك مع جمعيات المجتمع المدني وبصفتي كنقدم الطريقه العيسويات انا كنشارك معهم في مائدة الرحمن. وهو هذا المغرب، المغرب ديالنا الحقيقي هو هذا. شي كيحن على شي كيتهلا فشي، شي كيكرم شي، وكانت العائله مجموعه، كان الخال والعم والاخت والجاره والجار، وكان الانسان ما يقدرش يعيد غير الا ما شاف جارو حتى هو كيعيد. وكانت البلاد زينه، وكانت المغرب كان زوين، الخبز كانوا كيحطوها غير باب الدار اللي جا كيديها للفران، ها حتى الفران هما ما بقاوش، بقى غير الفران ديال ولاو كيحيوا داكشي. هاد الجمعيات، جمعيه الامل للاسره والطفل وجمعيه شمش، هاد الجمعيات خصنا ندعموهم، هاد الجمعيات خصنا نعاونوهم، حيت هما اللي كيردوا الروح لهاد المدينه الزينه. هادي مدينه فاس، مدينه العلم، ها من هنا خرجوا العلماء، ومن هنا خرجوا الناس الثقافه، ومن هذه المدينه كانت زينه. الله يرحم هاد الناس والله يحفظ هاد الجمعيات هادو بجوج. هاد الجمعيات بالحقيقه خصنا ندعموهم وخصنا نساندوهم وخصنا ندعيو لهم بالكمال ان شاء الله.